عندي 3 بيضات وعندي معلقة صغيرة من الفانيليا ونص كوباية من السكر وعندي كمان فانيليا وكوباية من الزيت وعندي كوبايتين الا ربع من الدقيق وربع كوباية من النشا ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة ملح ولتشريب الكيك محتاجة كوباية من اللبن كوباية من عصير المانجا وعندي سكر حوالي ربع كوباية من السكر ورشة فانيليا. تمام. الطبقة اللي احنا عملناها وحطيناها على النار دلوقتي مع بعض عبارة عن مانجا مضروبة في الخلاط وعندي عليها معلقتين من النشا تمام وعليهم كمان نص كوباية من السكر وشوية مية خففناهم كده زي ما انتوا شفتوا وعندي بقى كريم شانتيه ومانجا شرايح للتزيين. بصوا انا عندي الطبقة اللي احنا اتفقنا عليها هنعملها زي ما هلبيت المانجا حطيت عليها معلقتين النشا وشوية مية خففت بيهم العصير اللي عندي لو عندي العصير خفيف ما تحطوش مية خلاص وعندي كمان حطيت عليهم السكر نص كوباية سكر قلبت كل الكلام ده مع بعض لحد ما قوامهم يتقل شوية اهو بصوا شايفين هقوم رفعهم من على النار بعد ما ارفعهم على النار هبدأ ان انا اعمل خليط التشريب اللي هو عبارة عن كوباية لبن تمام هحط معاه عصير مانجا اهو الشكل ده مع اللبن عشان يبقى خفيف خالص كده عشان ده اللي هشرب بيه وهسخنه على النار مع ربع كوباية من السكر مع رشة فانيليا تمام كده ده اللي انا هسقي بيه الكيك اللي عندي تعالوا بقى نعمل الكيك يبقى احنا كده خلصنا الخليط بتاع التسقية وخلصنا المهلبية اللي بنحطها فوق الوش هنعمل الكيك ازاي هنحط فانيليا على الثلاث بيضات اهم على نص كوباية من السكر وانا حاطة نص كوباية من السكر لان في سكر في الخليط ده والخليط ده فيعني فكفاية قوي نص كوباية في الكيك وهبدأ ان انا اضربهم هحط عليهم كوباية الزيت واضرب بصوا الكسادية كمان اتحمرت ازاي هحط عليهم كوباية اللبن واكمل ضرب عندي هنا كوبايتين الا ربع من الدقيق عليهم ربع كوبايه من النشا يعني مقدار المكونات الجافه كلها كوبايتين لو ما عنديش نشا تقدروا تحطوا كوبايتين دقيق على بعض وعندي كمان معلقه من البيكنج باودر ورشه الملح تمام دي كده المكونات الجافه هبدا احطها على المكونات السائله عشان يبقى خليط الكيك عندي جاهز هضرب كده كل دول مع بعض تعالوا بقى ايه نقلب كده اي دقيق موجود في الاطراف اهو بالشكل ده ده كده خليط الكيك هبدا احطه في صينيه اهو وهدخل الكيك ده يستوي على درجة حرارة 180 الفرن شغال الرف في الرف الوسطاني الفرن شغال على 180 من تحت بس مش من فوق ومن تحت لحد ما الكيك يستوي عندي اهو وهيبقى عندي بالشكل اللي انا هوريه لكم دلوقتي حالا اهو تمام هبدأ بقى اكمل الوصفة عندي في الصينية دي هبدا اجيب سكينه او اي خله بتاعت شيش طاووق وهبدا ايه اعمل فتحات كده اهو انا عايزه اوريكم كمان الكسديه كده برضو اتحمرت ازاي هنبدا نرفعها
بصوا هعمل فتحات كده عشوائيه عشان ابدا ان انا اسقي الكيك اللي موجود عندي اهو. تمام، هسقيه. حاضر، هسقيه بال حاضر ثانية واحدة، هسقيه بس بالتشريب. حاضر، تعالوا بقى ايه نشرب كده الكيك ونسيبه بقى ايه كل الخليط ده الكيك يشربه كده، المانجا مع اللبن مع السكر مع الكلام ده كله. بصوا انا سخنته على النار عشان يقبل ان هو يتشرب عشان التشريبة تقيلة شوية. تمام، طبعا لو انتوا الكيك سخن شربوه على طول اول ما يطلع، بيفرق قوي وبيتشرب اسرع. تمام، تعالوا بقى نشوف الكسادية تاني. بصوا بقى الكسادية، بصوا الجبنة، بصوا الجبنة بقى والخليط عامل ازاي، بجد تحفة، من الحاجات اللي هتحبوها جدا وهتعملوها باستمرار. ده بقى طلعها كده اهو، بصوا بصوا بقى هتلاقوا الجبنه سايحه ازاي، خليط من جوه كمان شكله تحفه. نطلعها بقى وايه اسلام، يلا قطعهم كده حطهم على بورد. وتعالوا بقى احنا ايه نحط المهلبيه بتاعتنا، الطبقه بتاعت المهلبيه هبدا ان انا احطها، هحطها دلوقتي كده فوق الوش اهو. كمان لما بتبرد طبعا بتتقل شويه كمان، فخدوا بالكم ان هي يعني لو حطيتوها على النار ما تسيبوهاش تتقل قوي، لان هي شويه هتبرد هتتقل عشان ما تبقاش يعني تقيله بزياده. تمام اهو، هوزع كده المهلبيه على الكيك. كل ده طبعا اول ما بيبرد بيقوم ماسك اكتر عشان النشا بيبقى ماسك فيها اكتر. تعالوا بقى ايه، عندي شويه كريم شانتيه كده في كيس حلواني، هفتح فتحه كده صغيره وهبدا ازين. عايزه اعمل خطوط كده رفيعه، ماشي هعمل كده خطوط رفيعه خالص اهو، حلوه جدا وبتتاكل بقى ساقعه ومتشربه كده، كل الكيك بيبقى طري جدا فبتبقى طعمها بجد فظيع. بعمل خطوط كده بالشكل ده، خطوط رفيعه اهو. كده كيس اي شرط، حتى كيس حلواني لو عندكم كيس ثلاجه حطوا فيها وافتحوا فتحه كده صغيره عشان تبداوا تعملوا الشرايط دي. تمام، هبدا بقى اجيب خله اسنان كده وهزين كده بالشكل ده. خله اسنان او شيش طاووق، الاثنين يقضوا نفس الغرض. معلش بتاعت شيش طاووق يا جماعه، خله اسنان او شيش طاووق عشان اسر اتضايق قوي ان دي خله اسنان، الاثنين هيأدوا نفس الغرض. سكينه اي حاجه يعني، اي حاجه ليها بوز رفيع كده اهي اهو. ونعملها بالعكس، ندخلها بقى التلاجه كده ايه تجمد بقى، والمهلبيه دي تبرد شويه وتتاكل بقى ساقعه كده، شويه مهلبيه مانجا على شويه كريم شانتيه على شويه كيك بقى متشرب كده غرقان في المانجا واللبن، مش قادرة أقول لكم بتبقى طعمها عاملة إزاي. كيكة صيفي خالص ومن الحاجات الحلوة قوي اللي هتحبوها وطعمها كمان يعني مختلف وفريش كده، حلوة قوي للصيف يعني.